عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربة النظري أو المادة النظرية Applied and Theoretical. إن شاء الله اليوم بهذه المحاضرة نكمل محاضرات أو مسائل الـ Example والمسائل الخاصة بشابتر 3 اللي تناولناه بالمحاضرة اللي السابقة اللي هو كان يتكلم عن الكومباكشن سويل رص التربة أو دمك التربة. ان شاء الله اليوم راح ناخذ هذا السؤال حتى تكون عندك فكره كامله عن موضوع الكومباكشن تيست اللي احنا قلنا اسمه. اما اختبار الكومباكشن تيست او بروكتر تيست او اختبار بروكتر نسبه الى العالم بروكتر اللي استنتج ووضع هذه طرق الاختبارات للتربه. سو عندنا اكزامبل او تناولنا احنا عندنا اثنين الستاندرد والموديفايد. ان الستاندرد كومباكشن تيست في عمليه الاختبار القياسي للرص التربو اون ذا سويل اللي تمتلك سبيسيفيك جرافيتي مقدار 2.7 ذا فولوينج ريزلت وير اوبتيند الووتر كونتينت بيرسنت والبلك دنسيتي. الووتر كونتينت بالميه والبلك دنسيتي كيلوغرام على المتر مكعب. هاي القيم منطق اياها 5 8 10 12 15 20. وهاي القيم شنو البلك دنسيتي او احنا شو نسميها الويت دنسيتي. تمام. Number one, يريد من عندك show this result bolted إن تترسم لهاي النتائج as the dry density مع water content حتى تجد له أفضل optimum water content مع maximum dry density. هسه نجي على النقطة الأولى. بما إنه أنا عندي water content وعندي bulk density أستخدم أول قانون. أنا بالمحاضرة السابقة وضحت لكم القوانين اللي تكتبوها ورقة القوانين ضمن موضوع الكومباكشن تيست. الرو دراي يساوي لنا الرو بولك على الواحد زائد ووتر كونتينت لأول وحدة. هاي الرو بولك على واحد زائد 5، هاي القيمة على واحد زائد 8، هاي القيمة على واحد زائد 10. تسوي جدول جديد، هذا الجدول ايش تكتب به الووتر كونتينت 5 8 10 12 15 20، ومكان يعني تستبدل قيمة البولك دنسيتي شو تسميها الرو دراي. الرو دراي فمكان هاي القيم تخلي قيمة الرو دراي راح نستخرجها. القيمة الأولى للرو دراي ايش قد تستخرجها تكتبها. فتسوي جدول جديد، هاي القيم تضعهن هنا. تمام. هسه عندك إذا تجي تقارن وين قيمة الماكسيموم أكبر قيمة للدراي هي الألفين. الألفين ايش قد تقابل الأوبتيموم ووتر كونتينت تقابل 10. هسه تروح ترسم مباشرة تسوي الرسم مالتك على ورق لوغارتيمي أو ورق بياني اعتيادي. ورق بياني هاي لاحظ هنا الرسم بهذه الصيغة. هاي اللي ظهر لك اياها حتى تشوفها انت امامك. طبعا جدا ضروري الرسم بهذا الموضوع، يعني يجيك بالامتحان لازم ترسم. لاحظ هذا مسوي هنا بورقه كامله هذا الرسم. لا اتفقنا العمودي محور الواي يتضمن قيم الرو دراي كيلوغرام على المتر المكعب، وهنا القيم المحور الافقي الاكس يتضمن الووتر كونتينت 5 10 الى الاخره. نرسم القيمه ايش قد هنا القيمه الماكس الرو دراي اللي طلعتها كقيمه ماكس تاخذ من عندها من قيمه القمه الابكس الخاصه بها الى قيمتها على المحور الواي بخط منقط، وتجر الى الخط الاسفل ايضا خط منقط تكتب الاوبتيموم مويستشر كونتينت او دوت ام دوت سي. تمام. هاي اول مطلب خلصنا من عنده. نجي على المطلب الثاني. المطلب الثاني شريف show on the same figure على نفس الشكل show the zero air void line saturation line. يريد من عندك قيمة void line أو saturation line. إذا الرود راي هسا بالحالة الأولى من حسبتها من هذا على هاي القيم رو بولت على واحد زائد ووتر كونتينت. هسا إذا بدي أحسب الزيرو اير فويد شلون أحسبها من هذا القانون الرود راي شو يساوي لنا specific gravity على واحد زائد الووتر كونتينت في specific gravity في الرو ووتر. الرو ووتر بما عندنا نتعامل كيلوغرام وهاي في الثانية قد ناخذ قيمتها ألف. هسه نجي السبيسيفيك جرافيتي قيمته ثابته 2.7 على 1 زائد الووتر كونتينت في السبيسيفيك جرافيتي. فراح تسوي جدول جديد، الجدول بيه قيم الووتر كونتينت وبيه قيم الرو دراي. راح يتغير كل اذا هاني ثابتات كلها شنو راح يتغير كل مره الووتر كونتينت. كل مره راح يتغير عندك قيمه الووتر كونتينت. فترسم ايضا راح يصير عندك جدول جديد يقول الووتر كونتينت والرو دراي. تمام عيني. فبهذه القيمة راح تقدر أنت ترسم هنا الزيرو اير فويد لاين. تمام عيني. يعني معناها ايش قد يعني ساتوريتد واحد تاخذه وكأنه مثل ما اتفقنا يعني قيمة الاير كونتينت صفر. نجي المطلب الثالث. المطلب الثالث وات ار ذا فاليو اوف الفويد ريشيو
الاي والبروسيتي المساميه والديجري اوف ساتوريشن اوف ذا سويل ات ات كونديشن اوف اوبتيمم ووتر كونتنت. يريد ذن القيم عند الاوبتيمم ووتر كونتنت. ايش قد قرا الاوبتيمم ووتر كونتنت 10؟ ايش قد ظهرت قيمه الجاما دراي الرو دراي عند الاوبتيمم كونتنت 2000؟ فاروح اطبق القانون هسه مباشره اللي هو رو دراي. شو يساوي لنا سبيسيفيك جرافيتي القانون الاصلي مالتي على 1 زائد اي في الرو ووتر، هاي ايش قد قيمتها عند الاوبتيمم 2000؟ يساوي السبيسيفيك جرافيتي ثابته 2.7 على 1 زائد اي في رو ووتر ايش قد قيمته 1000. فوجدنا الاي. بعد الاي نقدر نجد الان. نعم الان شنو قانونها الاصلي؟ يساوي لنا الفويد ريشيو على 1 زائد فويد ريشيو، طلعنا قيمة الان نضرب فيه 100% لان البروسيتي نسبة مئوية. بعدين الديجري اوف ساتوريشن، انت عندك الاي وعندك الووتر كونتنت وعندك السبيسيفيك جرافيتي، يا ووتر كونتنت تطبقه، نطبق قيمة الووتر كونتنت عند الاوبتيموم. مش قد نسبته 10%، 10 على 100 يعني 0.1. فالاس في الاي يساوي السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتنت، وجدنا النسبة هاي ديجري اوف ساتوريشن، ايضا نطلع كنسبة مئوية 77% كانت نسبة تشبع التربة. ان شاء الله يكون واضح. وهذا الرسم مالته ضروري جدا تتعلمونه لان مطلوب بالامتحان تقريبا عليه نصف الدرجه. السؤال اللي تحته حليناه بالمحاضره السابقه، هو نفسه مكرر بهذه المحاضره واللي احنا وجدناه بالمحاضره السابقه وحليناه بالتفصيل. ان شاء الله تكون هذا التشابتر واضح امامكم. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونه. نلتقي بكم.